بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا كلية طب الأسنان. محاضرتنا اليوم ثوراسيك القفص الصدري، المرحلة الثانية من مادة التشريح، الدكتور رافد المثاني حسين. مثل ما تعرفون ثوراسيك يجي القفص الصدري بوندريز مالته from behind، موجودة الوليز of the 12 thoracic vertebrae on their intervening disc، موجودة من الخلف معاش الفقرة الظهرية الثوراسيك، وكذلك الديسكات اللي موجودة بيناتهم، وكذلك posterior. From the front هذا الاسترنم عظم القص، وكذلك الانتيريب and the costal cartilage هذا اللون السماوي. From east side موجود 12 منا ومنا. الإلت مات الثوراسيك كايو يونيفور متجانسة، هذه الإلت فتح من فوق الأعلى الصدر. الأوتلت كلوز ليت المهل الدايفرام، هنا الدايفرام راح يفصل التجويف الصدري عن التجويف الفقري. السكريتر اوف ذا ثوراسيك قلنا ثوراسيك فيرتبرا ويب بوستير. بالنسبة للريب معش وحدة قلنا عليها نقسم بيها تيبيكال ثوراسيك اللي هي من الثانية للثامنة، نسميها تيبيكال ثوراسيك فيرتبرا، والاتيبيكال اللي هي الأولى والتاسعة حشة والتاحش تصير اتيبيكال. ناخذ هسه موضوع تيبيكال فقرة نموذجية. الفقرة النموذجية بيها بودي رتبة فرامنة سوبية فاست منا ومنا، ترانسفيرس بروسس منا ومنا، بيها سباينس بروسس الخلف، هاي سباينس بروسس. استينام عظم القص يستوون على الثيبات ما نبيهم هاي تشوفونه، والبدي هذا والاكزيفود بروسس هذا الصغير هذا كانت الجينيوس. شوف ما شو لونه، بعدين مو الوقت يصل لبي هذا الماني بيم، هذا النوتش مهمة هاي موجودة سوبرستين النوتش هاي، هذا البودي تتصل به الأضلاع، هذا اكسيفايد بروسيس. طيب هاي جين 12 توزيع بحوالي 12 زوج من الأضلاع. تقسيمات هاي مهمة، عندك التوب الحقيقية الواحدة للسابعة، هذه اتاش تو ذا ستينم في الهيلين كارتلج، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اثنين سبعة، هذا الهيلين كارتلج سميها أضلاع حقيقية تتصل مباشرة ويا الاسترنم ويا الكاتل. عندنا فولسب من 8 إلى 10، هاي ما تتصل مباشرة وإنما بكاتلج ما تتاسع السابع يلا تتصل. عندنا فلوتينج اللي هو 11 12، هاي نهائيا ما يتصل. هاي تقسيمات. أيضا عندنا رب أكو نموذج وغير نموذج، ربات النموذجية من الثالث للتاسع هاي نموذجية، بينما الأول والثاني والعاشر والإحداش والثناش هاي ريبس غير نموذجية. يعني ما بيها الكلاسيكال مالتها، تبكى بالنموذج هي ستينر اند وفيرتبر اند والشافت. ستينر اند يقولك لو دام في فيرتبرا اند ستيناديس دائما مستوى اقل من مستوى فيرتبرا اند، والشافت يصير ثن وكيرف، والفيرتبرا اند انكلود شبيهة بيها هيد بيها نيك بيها توبر. عندنا الانتركوستال سبيس بتوين الاضلاع
اكو سبيس نسمي انت كوستا سبيس واي سبيس اش بي بي مصل وفزوس باوندايز ما انت مهم هاي باوندايز تقول انت كوستا من الابوف هو ماجن اوف ذا اباب عند الكاتلج بلو يوحون الابا ماجن اوف ذا لوائب ان ذا فونت لا تهبوا تو استينا من بيهاند مدي كورسبوند تو ذا ثوزي فيرتيبا فهذا هو انت كوستا اس بي اس المصل اللي بيها تعرفوا في مصر مهمة دايركشن مالته شوية مهمة تحبون كلش مهم الدايركشن مالت الفايل كستينا انت كوستا مصر انتينا انت كوستا مصر ونوموس انت كوستا مصر مهمة ذني تحبون فايبر مات انتبول هاي مهمة الصفحة فايبر مات الكستينا داي داونورد فورورد فروم ذا انفير بوردر اوف ذا هيب ابوف تو ذا سوبير بوردر اوف ذا هيب بلو اعتقد الاسم واضح حكي ساحصيل انتينا فايبر دايركتد داونورد باكورد فروم ذا كوستا بوف اوف ذا فيرست هيب ابوف تو ذا ابر بوردر اوف ذا هيب بلو واحدة عكس الثانية هاي كلش مهم تجيب لي والانا موست اللي هاي مقطعة هاي از جو باي ذا ميدل نص اوف تبي كان تاكوستا سبيس عندنا هنا هاي مهمة تاكوستا فز وني اوف باس بتوين ذا انتينا تاكوستا مصل اند ذا انا موست انت كوستا مصل كلش مهم لا تعيز اللي بيها بالانتا كوستا سبيس انتيا انتا كوستا اتايز وعندنا موستيا انت كوستا اتايز انتيا انت كوستا اتايز تبولة ذا ابا سكس سبيس منين تجي من الانتينا ثلاثك اتايز بينما اللوا ثري سبيس من مسكولو فنك اتايز واضح بينما البوستير انت كوستا سبيس من الخلف فابا تو سبيس يجيها منين من السوبيا انت كوستا اتاي واللوا التاسع كله يجيها من الدين منين من الديسيندينج ثراسيك يوتا هاي مهمة البيز نفس الشي ان ايتش سبيس اوف ذين ارج انت تو جو عندنا الانتيا انت كوستا فين فالابا 6 سبيس وين تروح للانتينا ثلاثك فين بينما اللوا 3 سبيس وين للمسكولو فينك بينما البوستيا ذا برايت للازايغاس بينما الليفت وين يروح للهيمي ازايغاس شكرا جزيلا اتمنى استفادت من هاي المحاضرة البسيطة حفظوا الهب والبيت بايت كلاسيفيكيشن مالت الهب مهمة تقسيماته تيبيكال بياهنا تيبيكال فيرتبا ياهما مصل انت كوستا سبيس مصل والدايركشن مالت الفايبر مهم والاتاي والفينس مهم تحفظون شكرا جزيلا موفق.